يحيى عجاج الين ايبي المحترف في صفوف نادي الصفا، محمد الطويل، مهند العابد، حيدر الحسن، هادي قريش، احمد زكي، سراج ابراهيم، محمد الزاير المعار لنادي الصفا، حاتم حموده، حسين بشير يوسف، ويدرب الفريق الاستاذ عادل الشرقاوي ويساعد بشير القريناوي. والفريق الاهلاوي، تشكيلة الفريق الاهلاوي: عمرو عبد السلام اللاعب المواليد، حارس النادي الاهلي مازن عجلان، سليمان الثقفي، نواف دغيم، يوسف عسيري، عبد العزيز حيدري، ياسين بوتفاحة، سحاب الاحمد، عيد الانبعاوي، محمد الجيلاني، عبد الاله برغث، هاني البركاتي، مهاب خلاف، عودة الحربي، عبد العزيز الجعفري، الفهد الشراري. ويدرب الفريق الكابتن محمد علي جابر ويساعد محمد ياسين. انطلقت صافرة حكم اللقاء والكرة الأولى والهدف الأول مصلحة النادي الأهلي، ترجع كرة أهلاوية عند اللاعب مهاب. كرة أهلاوية، مازن لياسين بوتفاحة لبرغث، ترجع جعفري، مهاب، بوتفاحة، حاول الدوران لكن مسمى الدفاعات فريق الصفا. كرة أهلاوية، بوتفاحة، دخول، محاولة، الله، رائعة، ومحاولة من حارس المرمى، لكن إشارة من حكم اللقاء أن هناك دقيقتين على لاعب الصفا رقم 20، دقيقتين على لاعب الصفا رقم 20 محمد الطويل. كرة مع حيدر، حكام اللقاء كل من محمد ملائكة والكعبي، حسين والقحاف، مسجل ويزيد الجهني الميقاتي. يراقب اللقاء الأستاذ محمود تختة الحكم الدولي السابق في كرة اليد. كرة الفريق الصفا، حاتم حمودة، لهادي قريش، لحاتم مرة أخرى، تمريرات من نادي الصفا لحلحلة الدفاعات الأهلاوية. حاتم، دخول، الله، رائعة من اللاعب حاتم، والهدف الأول والتعادل لمصلحة نادي الصفا، 1-1 في محاولة من عمرو عبد السلام، لكن كرة حاتم قوية مباغتة، تمريرة، مازن لمهاب لبوتفاحة، نزول عبد الله برغث، بوتفاحة، دخول رائع من اللاعب بوتفاحة المحترف في صفوف النادي الأهلي، يضيف الهدف الثاني لمصلحة الفريق الأهلاوي. كرة مع لاعبي فريق الصفا، هادي لحاتم، دخول رائع من اللاعب رقم 89 من فريق نادي الصفا يوسف الطويل، يضيف هدف لمصلحة فريق الصفا. رائعة من اللاعب
بوتفاح المحترف في صفوف النادي الاهلي. لاحظ الدخول والمحاوله من حارس المرمى، لكن الهدف الثاني 2-3 تقدم نادي الصفا بثلاث اهداف مقابل هدفين للنادي الاهلي. كره صفويه، تمريرات حاتم، صد رائع من عمرو عبد السلام، ترجع كره اهلاويه سريعه، مطالب من مدرب الفريق بالسرح. مهاب، دخول عبد العزيز، تمرير، الله الرائع، وصد اروع من حارس المرمى، ترجع كره اهلاويه مره اخرى، مازن، اوه مازن، وصد اروع من رائع من حارس المرمى ال نصفان. محمد فؤاد يتصدى لكره اللاعب الشاب في صفوف النادي الاهلي مازن عجلان. عموده لهادي، مره اخرى لحاتم، لهادي مره اخرى، احمد، محاوله دخول، محاوله تمرير، ترجع كره اهلاويه، لكن خطا من اشاره حكم اللقاء الكعبي حسن الكعبي. دخول وتمرير، رائع، كره ساقطه جميله، هدف رائع من الفريق الصفا، تحديدا من اللاعب فيصل القريش. لاحظ الاسقاط الراكثر من رائع من فيصل على الحارس عمرو عبد السلام، والهدف الرابع لفريق الصفا، 4-2 تقدم فريق الصفا الان في بدايه الشوط الاول، الدقيقه 6 من الشوط الاول. خطا اهلاوي، مهاب لبوتفاحه، ياسين، مهاب مره اخرى لمازن، ترجع لمهاب، ياسين، دخول، اوه تمرير رائع لعبد الله برغث اللاعب الخبره في صفوف النادي الاهلي، لكن اشاره حكم اللقاء وكرت اصفر على الدفاع من فريق النادي الصفا. محمد الزاير، مهاب لياسين، ترجع لمازن العجلان، ياسين، خاطئ من ياسين، ولكن اتكاليه من لاعبي النادي الاهلي. فاست بريك سريع، رائعه، الله عليك، رائعه، وهدف جميل من محمد الطويل يضيفه لمصلحه فريق الصفا 5-2. لاحظ الفاست بريك من فريق الصفا و التسديد الأكثر من رائع من محمد الطويل، والهدف الخامس لمصلحة فريق الصفا، أجبر الهدف هدف محمد الطويل مدرب الفريق الأهلاوي. محمد علي جابر أخذ الوقت المستقطع لمصلحة فريق النادي الأهلي. ممتازة اليد، تعود بست مواجهات اليوم، هناك مباراة مضر والوحدة، المتصدر مضر صاحب الواحد 31 نقطة يستضيف الوحدة الذي يمتلك 30 نقطة في تحدي جديد بينهما بعد لقاء الكأس الذي كسبه مضر، وفي مباراة اليوم فإن الفائز سيقطع مشوارا طويلا في بطولة التتويج، أما الخاسر سيدخل في حسابات معقدة، والفريقان يعرفان بعضهما جيدا ويمتلكان مدربين مميزين، على معلم لفريق مضر وزهير بن مسعود لفريق الوحدة. نتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في مباريات اليوم والجولة 19 من الدوري الممتاز لكرة اليد. كرة أهلاوية، الجعفري، ياسين، اوه رائعة يا ياسين، كرة قوية رائعة من اللاعب ياسين بوتفاح المحترف في صفوف فريق نادي الأهلي، والصد الأكثر من رائع من حارس
المرمى محمد النصفان. تبديل بعد صدت كرة اللاعب بتفاحة من اللاعب بنصفان. خروج الحارس ودخول الحارس البديل في صفوف فريق الصفا. سراج إبراهيم محاولة مهاب ودفاعات فريق الصفا أمام اللاعب مهاد ورمية سبعة أمتار. إشارة من محمد ملايكة بأن هناك رمية سبعة أمتار يسددها الآن اللاعب ياسين بوتفاحة أمام سراج. يجيبها ياسين تمويه. أوه ياسين بوتفاحة والهدف الرائع من الكابتن ياسين بوتفاحة والثالث لمصلحة النادي الأهلي. تقدم لفريق الصفا 5-3. يلا دفاع يلا. هاي كلام نرجع اي كورتين عيال كورتين. هاي شيل هاي كورة مع لاعبي فريق الصفا. مع بعض يلا اي. اوه بيدك ها. يلا بو 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 بيدك اي. يدك هدف. لفين؟ اوه خارج الملعب من المحترف في صفوف الصفا. تمويه وتسديد من الجعفري وصد من سراج حارس فريق الصفا. ترجع الكرة لهادي. هادي قريش. حاتم. لهادي. الله رائع. وصد اروع من عمرو. عبد السلام لكن اشارة الكعيبي ان هناك خطأ. لاحظ التسديدة والصد الاروع واشارة حكم اللقاء الكعيبي ان هناك ملامسه من الكابتن الجعفري. خطا الفريق الصفا. ترجع كوره صفويه الان. حاتم لمين؟ قريش. حاتم تمرير رائع تسديده رائعه مباخذه على عمرو عبد السلام من اللاعب رقم 87 حيدر الحسن. حيدر رائعة من اللاعب حيدر. شوف التسديدة المباغتة من اللاعب الشاب حيدر والصد الأروع والرد الأروع من مهاب المواليد في صفوف النادي الأهلي. يضيف أيضا الهدف الرابع الأهلاوي. 6-4 تقدم فريق الصفا. كورة ترجع حيدر لكن خطأ الفريق الصفا. حاتم محمد الطويل لهادي. حيدر مرة أخرى. فين حاتم؟ حاتم قوية رائعة من اللاعب حاتم حمودة والهدف السابع. فارق الثلاث اهداف الان. كره اهلاويه. الجعفري بوتفاحه لمهاب لمازن. كره اهلاويه 4-7 تقدم فريق الصفا. وكره اهلاويه الان. مازن العجلان لمهاب محاولة دخول يعطيها للجعفري رائع. اللاعب الشاب الجعفري يضيف الهدف الخامس لمصلحة الفريق الأهلاوي. تسديد رائع من لاعب الخبرة في صفوف فريق الصفا الزاير. تسديد رائع أيضا من لاعب الدائرة. ترجع سريعة فاست بريك. اوه خاطئة تمرير رائعة تمريرها خاطئة من الزاير واشارة من حكم اللقاء ان هناك خطأ لمصلحة فريق الصفا مع احتجاج من مدرب الفريق محمد علي جابر الفريق الاهلاوي. لاحظ التمرير الخاطئ لكن اشارة حكم اللقاء ان هناك مسك من الدفاعات الأهلاوية على لاعبي الصفا.
حيدر، تمرير رائع واكثر روعه من التسديده من اللاعب يوسف الطويل. اهلاويه 6-9. مازن مره اخرى لمهاب لبو تفاحه، خروج عيد المبعاوي ودخول عبد الله برغث في صفوف فريق النادي الاهلي. مهاب، تمرير رائع من مهاب وذكيه لكن ترجع ايضا للفريق الاهلاوي. كره الله رائعه وهدف رائع اهلاوي السابع. عود الحربي يضيف الهدف السابع لمصلحه الفريق الاهلاوي. حاتم فيصل لحاتم، حيدر مع الكره الان، هادي محاوله الله على التمويه الرائع ولكن خطا الفريق مصلحه فريق نادي الصفا. كره خارج ارضيه الملعب، يوسف لحاتم، ترجع حاتم تسديد ولكن صد من عمرو عبد السلام خارج ارضيه الملعب. كره اهلاويه ترجع سريعه، مهاب بتفاحه لفين، محاوله دخول لكن خطا، خطا من الكعيبي يشير اليه حكم اللقاء. الكعيبي ترجع كره سريعه لفريق الصفا، خطا ايضا لمصلحه النادي الاهلي وهناك لمس للخطوط. ترجع كرة خاطئة، تسديد بتفاحة رائع، هدف رائع من ياسين بتفاحة. 8-9 يتقلص الفارق إلى هدف واحد لمصلحة فريق الصفا. كرة مع هادي، الطويل لفين، حاتم دخول رائع، ترجع اهلاويه وصد رائع ايضا من عمرو، ترجع اهلاويه سريع، عوده اوه لاعب المنتخب السعودي عوده الحربي يضيف هدف التعادل للفريق الاهلاوي. محاوله من حاتم لكن اشاره من حكم اللقاء ان هناك خطا لمصلحه فريق الصفا. لاحظ المسك من الدفاعات تحديدا ابو تفاحه والخطا للفريق الصفا. الدقيقه 16 من الشوط الاول اعزائي المشاهدين والنتيجه 9-9. مستوى فني متقارب في هذا اللقاء. هادي ترجع محاوله لهادي مره اخرى الفين، تمرير لكن خطأ. يوسف الطويل، يوسف الطويل مع الكرة، ترجع حاتم رائعة من حاتم وأروع من عمرو عبد السلام حارس الفريق الأهلاوي. حسين، حسين للقريش، تمريره لكن خطا لمصلحه فريق الصفا ايضا. هادي الطويل لهادي لفين، حاتم تمرير لكن خطا، ترجع اهلاويه عوده لفين بتفاحه للجعفري، بتفاحه محاوله الدخول اوه رائعه، تسديد رائع من الجعفري عبد العزيز اللاعب الشاب يضيف هدف التقدم الاهلاوي العاشر والتقدم الاول في الشوط الاول للفريق الاهلاوي. 10-9.
حاتم ترجع لهادي دخول اوه حسين يضيف هدف التعادل 10-10 كرة أهلاوية سريعة الآن مهاب بتفاحة عودة نزول الشراري الفهد في أرضية الملعب من الفريق الأهلاوي عبد العزيز للفهد الشراري مهاب لبتفاحة كرة لمهاب محاولة دخول من اللاعب مهاب ومسك من الدفاعات فريق الصفا الطويل أمام مهاب برغف لمهاب مرة أخرى بتفاحة محاولة دخول تسديد رائع مهاب يضيف الهدف رقم 11 لمصلحة الفريق الأهلاوي مهاب حسام المواليد في صفوف فريق النادي الأهلي مكسب هذا اللاعب في صفوف الفريق مهاب خلاف حاتم مع الكرة لهادي هادي يعطيها حسين اليوسف للطويل ترجع للطويل لكن خطا ومسك من الدفاعات الاهلاويه لاعبي فريق الصفا هادي لكن ايضا خطا لفريق الصفا تقدم الهاوي 11-10 يوسف هادي ترجع حاتم حاول الدخول ومسك من الفهد الشراري الدفاع الاهلاوي القوي وقت مستقطع يطلب مدرب فريق الصفا الكابتن عادل الشرقاوي لمصلحة فريق الصفا ذكرنا أعزائي المشاهدين أن هناك مباراة قوية تقام بين فريق مضر والوحدة وأيضا مباراة الأهلي والصفا يعني مباراة جدة عروس البحر يتواجهان في متوسط الترتيب ولا يمتلكان الحماس والجدية اللازمين للتقدم نحو المراكز الأولى ويقدمان مستوى متوسط في الجولات السابقة أيضا مباراة النور وهجر في غاية الأهمية للفريقين خاصة النور يمتلك 28 نقطة ويعمل على استغلال هذه المباراة من أجل العودة للمنافسة من جديد وأيضا هناك السلام والخليج والمحيط والروضة والزلفي والترجي نهاية الوقت المستقطع ودخول اللاعبين لأرضية الملعب لإكمال ما تبقى من آخر 10 دقائق تقريبا من الشوط الأول في المباراة التي تجمع بين فريق الأهلي وفريق الصفا على صالة وزارة الرياضة بعروس البحر الأحمر جدة حاتم محاولة وصد رائع من أبو تفاحة ترجع فاست بريك مهاب يجيبها مهاب أوه مهاب والهدف رقم 12 يتسع الفارق إلى هدفين الآن ترجع أيضا كرة سريعة لمصلحة فريق الصفا دخول محاولة وصد رائع من عمرو عبد السلام حارس الفريق الأهلاوي مهاب الحل من اللاعب بتفاحة دخول رائع ياسين بتفاحة المحترف في صفوف فريق النادي الأهلي يضيف الهدف 13 لمصلحة الفريق الأهلاوي وهناك رد سريع من اللاعب يحيى عجاج من فريق الصفا والهدف رقم 11-13 تقدم أهلاوي راح في محاولة من حارس المرمى بالتصدي لكرة يحيى عجاج لكن هدف لمصلحة فريق الصفا تقدم أهلاوي وكرة أهلاوية الفهد الشراري مهاب لياسين بتفاحة مهاب مرة أخرى الفهد أوه تمرير ذكي من اللاعب الأشول فالفهد الشراري والهدف رقم 14 رائع شوف لاحظ التسديد الرائع في محاولة من سراج آل إبراهيم
للتصدي لكرة الفهد الشراري، لكن هدف أهلاوي رقم 14-11 كرة الفريق الصفا. ألين المحترف في صفوف فريق النادي الصفا روميو، ألين روميو، روميو اللاعب الأسول يعطي يمين، ترجع مرة ثانية للطويل يوسف، رائع تمرير رائع وتسديدة رائعة من الطويل، والهدف ال 12 للصفا. مهاب خطأ أهلاوي، عبد الله برغث مع الكرة، الفهد الشراري يعطيها ياسين بتفاحة، ياسين رجعها لي فهد، يعطيها مهاب، تمريرات اللعبة أهلاوية، سلسلة اللعب لخلخلة الدفاعات فريق الصفا. مهاب دخول عبد العزيز، تمويه لكن مسك من دفاعات فريق الصفا على اللاعب عبد العزيز الجعفري. كرة أهلاوية، مهاب للفهد، محاولة دخول من ياسين، تمريرة عبد العزيز لمهاب، لعب سلبي، اوه تسديد رائع وخطأ أهلاوي يشير إليه الكعيبي حسين، حكم اللقاء حكم متألقين الكابتن حسين الكعيبي وأيضا محمد الملائكة في قيادة هذا اللقاء. كرة أهلاوية واللعب سلبي، تسديد رائع لكن تصدم بالقائم وخارج أرضية الملعب، كرة لمصلحة فريق الصفا 14-12. الزاير تمرير لروميو، دخول عجاج، ألين روميو يعطيها حسين لعجاج للزاير، تمريرات صفوية الآن، الطويل دخول الزاير، تمويه رائع، محاولة دخول لكن خطأ على الزاير من فريق الصفا، دوران رائع وتسديد لكن خطأ يشير إليه حكم اللقاء محمد الملائكة أن هناك مسك من اللاعب المحترف في صفوف فريق الصفا ألين روميو، وخروج دقيقتين على اللاعب روميو، إشارة محمد الملائكة واضحة، إشارة دقيقتين على اللاعب ألين روميو. ترجع الكرة لياسين بتفاحة مرة أخرى، مازن العجلان، بتفاحة، مازن محاولة دخول لكن خطأ يشير إليها الملائكة أن الكرة أهلاوية، عبد الله برغث، مازن للفهد الشراري، مازن لبرغث، ياسين تمرير رائع من ياسين ودخول من عبد العزيز، رائع من عبد العزيز الجعفري، والهدف رقم 15 الأهلاوي، 15 مقابل 12، تقدم أهلاوية بكرة لفريق الصفا الآن في آخر 5.5 دقائق متبقية من نهاية الشوط الأول. عجاج للزاير، لعجاج مرة أخرى، يعطيها حاتم، حاتم لحسين، حاتم، عجاج، ترجع لحاتم مرة أخرى، الزاير اللاعب الخبرة في صفوف فريق الصفا، تمرير لكن خاطئ، كرة خاطئة ترجع لفريق الصفا، ترجع لليوسف، يا
اعتراض من مدرب الفريق الاهلاوي على اخر كره. تمرير رائع وتسديد اروع من حاتم حموده، ورميه 7 امتار لمصلحه فريق الصفا. رميه 7 امتار ينفذها حاتم حموده امام عمرو عبد السلام، يجيبها حاتم تمويه، اوه قويه رائعه في يسار عمرو عبد السلام، والهدف رقم 13 15 15، فارق الهدفين بين الفريقين. مازن العجلان بتفاح المازن مرة أخرى للشراري، تمريرات أهلاوية، هروب دخول رائع مازن العجلان اللاعب الشاب لاعب منتخب الشباب في النادي الأهلي. لاحظ التسديد الرائع وتصطدم بالعارضة وخارج أرضية الملعب. كرة أهلاوية، عبد الله أبو تفاحة لمازن مرة أخرى للشراري، فهد أبو تفاحة، تسديد رائع قوي من اللاعب ياسين أبو تفاحة، والهدف رقم 16 16 13. لاحظ التسديدة الرائعة والارتقاء العالي من اللاعب ياسين أبو تفاحة، والهدف رقم 16. كرة الفريق الصفا، القريش فيصل ليال يوسف، عجاج للزاير لحاتم، عجاج مرة أخرى حاتم، محاولة دخول وتسديد وصد من عمرو عبد السلام، لكن إشارة الملائكة أن هناك خطأ لفريق الصفا. لاحظ الدفع والمسك من الدفاعات الأهلاوية قوية من الزاير. اللاعب الخبرة في صفوف فريق الصفا يضيف الهدف الرقم 14 محمد الزاير. كرة أهلاوية في آخر دقيقتين ونصف متبقية من نهاية الشوط الأول. تمرير بتفاحة، الشراري فهد، عبد العزيز محاولة دخول، تسديد رائع في محاولة من سراج آل إبراهيم، لكن هدف لمصلحة الفريق الأهلاوي بيد الكابتن عبد العزيز الجعفري. الزاير مع الكرة لحاتم، حاتم حمودة، محاولة تمرير خاطئ من حاتم ولمصلحة الفريق الأهلاوي، ترجع لبتفاحة، بتفاحة المازن لفين؟ سحاب سحاب يعطيها مين؟ دخول من مازن بتفاحة، أوه خطأ خطأ وإشارة بإكمال الهجمة للفريق الصفا، تسديد خاطئ خارج أرضية الملعب من فريق الصفا. لاحظ سلامات على الكابتن ياسين بوتفاح اللاعب الواقع على أرضية الملعب، الكابتن ياسين المحترف في صفوف فريق النادي الأهلي. ودخول محمد سعيد أخصائي العلاج الطبيعي للاطمئنان على سلامة اللاعب ياسين. لاحظ الاصطدام بين الكابتن ياسين بتفاحة وأيضا الزاير محمد. سلامات للكابتن ياسين بتفاحة. الحمد لله على السلامة كابتن ياسين. خروج اللاعب في قانون كرة اليد،
بعد اكمال ودخول اخصائي العلاج الطبيعي لاطمئنان على سلامه اللاعب لابد من تبديل اللاعب والدخول مره اخرى في تداول اخر. كره اهلاويه عمرو عبد السلام لمازن. دخول اللاعب رقم 10 الجيلاني محمد. لعبد العزيز لمازن للشراري. برغث عبد الله تمرير الجيلاني. دخول مازن حلول. فين عبد العزيز؟ يجيبها عبد العزيز. عبد العزيز والهدف الرقم 18 الاهلاوي. 18-14 في اخر الدقيقه متبقيه. حاتم اوه رائعه من حاتم واروع من عمرو عبد السلام. تصدي لكره حاتم حموده في اخر دقيقه متبقيه لنهايه الشوط الاول. الجعفري مع الكره عبد العزيز يرجعها لمازن عجلان. لاحظ الاعاده. شكرا لل مخرج اللقاء الاستاذ عبد الله المالكي للاعادات وايضا الاعادات البطيئه والمصورين في النقل الاكثر من رائع لهذا اللقاء الذي يجمع بين فريق الاهلي والفريق الصفا في عروس البحر الاحمر جده. عبد العزيز رائع وصد اروع من ال ابراهيم سراج. كره سريعه حموده تمرير محاوله دوران رائعه من اللاعب فريق الصفا مهند العابد. دوران رائع وتسديد اكثر من رائع. الله حلول فرديه للاعب مهاب. مهاب خلاف والحلول الفرديه و نهاية الشوط الأول أعزائي المشاهدين بنتيجة 19-15 تقدم الفريق الأهلاوي بقيادة الكعيب حسين ومحمد ملائكة. جدة عبر قنوات السعودية الرياضية الناقلة للحدث الرياضي أولا بأول والأكثر مشاهدة والمتألقة دائما على مستوى الحدث الرياضي بقيادة مدير القناة الأستاذ غانم القحطاني وجميع العاملين في هذه القناة الأكثر من رائعة والتي تجعل دائما محبي الرياضة أو جميع الرياضات في واقع رياضتنا بازدهار وتطورها بقيادة الأمير الشاب عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة حفظه الله. من عروس البحر الأحمر في يوم الجمعة بشواطئها الرائعة والأجواء الجميلة مدينة جدة تحديدا صالة وزارة الرياضة في اللقاء الذي يجمع بين فريق الأهلي والصفا من أواسط الدوري الممتاز لكرة اليد والشوط الثاني بعد نهاية الشوط الأول بنتيجة 20-15 تقدم أهلاوي. كرة أهلاوية صافرة محمد الملائكة وحسين الكعيبي يديران هذا اللقاء ويسجل اللقاء القحاف ويزيد الجهني مراقب او الميقاتي ويراقب المباراه الاستاذ محمود تختر. 21-15 تقدم اهلاوي يتسع الفارق الى 6 اهداف. كرت احمر كرت احمر على لاعب فريق الصفا علي الزاير. خروج اللاعب علي الزاير خارج أرضية الملعب لحصوله على كرت أحمر. لاحظ هناك دفع من علي الزاير على فهد الشراري أو على الجيلاني المحترف في صفوف فريق النادي الأهلي والهدف رقم 21 أو تقدم الأهلي فريق واحد فريق الأهلي 21-15. كورة الفريق الصفا روميو لهادي لروميو مرة أخرى. ترجع كرة هادي روميو تمرير لكن خطأ لمصلحة النادي الأهلي. كرة سريعة أوه يا عمرو عمرو عبد السلام ينتهز فرصة خروج حارس المرمى سراج آل إبراهيم والتسديد
من المرمى لمرمى فريق الصفا 22 مقابل 15. روميو حيدر لهادي لحيدر مرة أخرى محاولة دخول لكن خطأ على الدفاعات الأهلاوية. لاحظ الدخول والدفع من الدفاعات الأهلاوية على لاعب فريق الصفا. الكابتن هادي. هذا الحكم حسين الكعيبي من الحكام المميزين في ساحة كرة اليد أيضا، والكابتن محمد الملائكة. سلامات للكابتن هادي. هادي أحمد قريش يقوم بالسلام الكابتن هادي وإشارة الكعيبي. كرة الفريق الصفا الملائكة. حيدر تمرير رائع وتسديدة من فريق الصفا محاولة إكمال الكرة لكن خطأ لمصلحة الفريق الأهلاوي. ترجع كرة مع مهاب. مهاب للجيلاني المحترف التونسي في صفوف النادي الأهلي. لعودة الحربي للتونسي للمواليد مهاب. مازن مرة أخرى ترجع لمهاب محاولة والتسديد لكن خطأ. كرة فاست بريك سريع فاست بريك وهدف لمصلحة نادي الصفا. القريش فيصل يضيف الهدف رقم 16 لمصلحة فريق الصفا. كرة أهلاوية. مهاب لمازن العجلان للجعفري مرة أخرى لمهاب. مازن للجيلاني لبرغث للجيلاني محاولة دخول تمرير رائع لكن الدفاعات فريق الصفا لكن إشارة محمد الملائكة أن الكرة لمصلحة الخطأ لمصلحة الفريق الأهلاوي. لاحظ المسك من الدفاع فريق الصفا تحديدا هادي وروميو الكاميروني المحترف في صفوف فريق الصفا على اللاعب عبد الله برغث. كرة أهلاوية. عبد الله أمام مهاب. هذا اللاعب لاعب فريق الصفا اللاعب المطرود من صفوف فريق الصفا علي الزاير ومطالبة من لاعبي فريق الأهلي لخروج اللاعب خارج أرضية الصالة لكن رائع وتسديد أروع من عبد العزيز الجعفري والهدف رقم 23 الجعفري. لاحظ التمريرة والتسديد الرائع في محاولة من سراج آل إبراهيم لكن كرة هدف متابعة. كرة ترجع خطأ هناك دقيقتين على اللاعب عودة. عودة الحربي. عودة الحربي وخارج أرضية الملعب. إشارة من حسين الكعيبي ورمية 7 أمتار لمصلحة فريق الصفا. لاحظ المسك من اللاعب عودة على اللاعب يوسف الطويل. هناك رمية 7 أمتار وسددها علينا روميو اللاعب المحترف الكاميروني في صفوف فريق الصفا أمام الحارس البديل في النادي الأهلي. يجيبها روميو محاولة تسديد رائع وأروع من الحارس البديل في صفوف الفريق الأهلاوي. كرة أهلاوية. ما زالت النتيجة 23 مقابل 16 تقدم أهلاوي وكرة أهلاوية عند الجيلاني ومهاب. مهاب للجيلاني
ترجع مرة أخرى المازن عجلان. محاولة العجلان لمهاب. محاولة من مهاب. محاولة فردية ومسك من الدفاعات فريق الصفا. عبد الإله. الملائكة محمد. محاولة تهدئة اللعب بين الفريقين. هناك مسك الجيلاني. محاولة دخول. محاولة فردية لكن مسك من دفاعات فريق الصفا على اللاعب الجيلاني. تحديدا من اللاعب الطويل يوسف. مهاب يعطيها الجيلاني. الجيلاني مازن واللاعب سلبي. تمرير خاطئ. ترجع سريعة. فاست بريك. فين يجيبها؟ اوه رائعة. كرة رائعة من اللاعب الرقم 20 محمد الطويل من صفوف فريق الصفا. يقلص الفارق إلى 6 أهداف. 17 مقابل 23. الجعفري لمهاب. مرة أخرى السحاب لمهاب. محاولة دخول فردية. إشارة محمد الملائكة حكم اللقاء أن هناك خطأ أهلاوي. العجلان لمهاب. مهاب وتسديد من اللاعب مهاب خلاف خارج أرضية الملعب. ترجع كرة الفريق الصفا. سراج آل إبراهيم للزاير اللاعب الخبرة في صفوف فريق الصفا. مهند. مهند لهادي. هادي القريش للكاميروني روميو. للطويل محمد. هادي روميو لهادي مرة أخرى. القريش رائعة. تمرير رائع والقريش والهدف رقم 18 لفريق الصفا. الأجمل من الهدف التمرير الرائع للكابتن يوسف أو للكابتن فيصل القريش والتسديد الرائع من الكابتن فيصل والهدف رقم 18. 18-23. يتقلص الفارق إلى 5 أهداف. عبد الإله الفهد الشراري الجيلاني. أوه قوية من المحترف التونسي في صفوف فريق النادي الأهلي الجيلاني والهدف رقم 24. كرة الفريق الصفا. تمرير رائع. أوه الكاميروني رائعة من الكاميروني روميو والهدف رقم 19 مقابل 24. عود المازن. مازن للجيلاني. محاولة دخول. تمريرة ترجع لإسحاب. سحاب للجيلاني. العجلان لعبد الله برغث. مرة أخرى للجيلاني. الفهد الشراري للجعفري عبد العزيز. الفهد الشراري. مازن عبد الله. ترجع تمريرات أهلاوية. تسديد خاطئ خارج أرضية الملعب. كرة لفريق الصفا. توجيه المدربين كل من الكابتن محمد جابر وأيضا الكابتن فريق مدرب فريق الصفا عادل الشرقاوي. ترجع كرة أهلاوية سريعة. الجيلاني فين؟ تمريرة للجعفري. تسديد ورائعة ومحاولة من سراج آل إبراهيم حارس مرمى فريق الصفا لكن هدف أهلاوي رقم 25. 25 مقابل 19. بيد الكابتن عبد العزيز الجعفري اللاعب الشاب في صفوف فريق النادي الأهلي. حيدر لهادي لروميو. الحيدر مرة أخرى. القريش روميو. تسديد قوية من الكاميروني روميو والهدف رقم 20 والفارق 5 أهداف الآن بين الفريقين. تقدم أهلاوي في بداية
أو أول 10 دقائق من بداية الشوط الثاني. مازن العجلان للفهد الشراري للجيلاني. مازن للفهد لمازن الجيلاني في محاولة مضايقة من دفاعات فريق الصفا للاعب الجيلاني. مازن واللعب سلبي، تسديد رائع تصطدم بدفاعات فريق الصفا وتخادع حارس المرمى سراج آل إبراهيم، وهدف. لاحظ التسديدة والمخادعة على حارس المرمى سراج آل إبراهيم، والهدف 26 للفريق الأهلاوي. 26 مقابل 20. هادي مع الكرة، روميو حيدر لروميو لهادي، تمرير لكن خطأ يشير إليه حسين الكعيبي حكم اللقاء. إدارة من محمد الملائكة وحسين الكعيبي رائعة في هذا اللقاء. 26-20. تسديدة وصد من عمرو عبد السلام، ترجع كرة أهلاوية، فرصة أهلاوية لتسجيل الهدف 27. نتيجة 26 مقابل 20. الفهد الشراري المازن للجيلاني. مازن للشراري. مرة أخرى الفهد للجيلاني، مقطوعة فاست بريك سريعة للكاميروني، يجيبها الكاميروني. أوه رائعة، كرة هدف وفاست بريك سريع من اللاعب روميو الكاميروني المحترف في صفوف فريق الصافة. لاحظ التسديد الرائع والمحاولة من عمرو عبد السلام، ولكن هدف لمصلحة فريق الصافة. عفوا. 21-26. ما زال الفارق 5 أهداف. الفهد الشراري، عبد الإله الجيلاني، رائعة تسديدة من الجيلاني وتصطدم، يصدها حارس المرمى سراج آل إبراهيم وخارج أرضية الملعب. كرة الفريق الصفا، الزاير لهادي للزاير، وين يدخل تمرير. أوه رائعة، هدف رائع، لكن إشارة من محمد الملائكة أن لم تحتسب هدف لوجود خطأ وصافرة قبل التسديد. 26-21 تقدم أهلاوي. كرة الفريق الصفا، هادي للكاميروني، الزاير لهادي، محاولة دخول الزاير، تسديد والصد من عمرو عبد السلام، ترجع سريعة فاست بريك لفين الجيلاني. جيلاني وهدف الرقم 27 على يد المحترف التونسي في صفوف النادي الأهلي. خطأ الفريق الصفا. دخول مجففي أرضية الملعب لسلامة اللاعبين، وهي في المقام الأول في رياضتنا بالمملكة الغالية المملكة العربية السعودية. كرة الفريق الصفا، هادي للكاميروني، روميو لهادي، ترجع للطويل يوسف للكاميروني مرة أخرى، للزاير لهادي، خطأ من اللاعب هادي القريش وتصطدم ب مطالبة من لاعبي فريق الصفا أن الكرة لامست لاعبي فريق النادي الأهلي وخرجت خارج أرضية الملعب، لكن إشارة من الملائكة محمد أن الكرة خرجت على يد لاعب الصفا هادي القريش. ترجع كرة أهلاوية رائعة من سحاب وصد أروع من سراج،
كرة الفريق الصفا، دخول، أوه تسديد ذكي رائع من اللاعب فريق الصفا محمد الطويل في محاولة من عمرو عبد السلام، ولكن الهدف رقم 22. يتقلص الفارق إلى 4 أهداف. لاحظ، نعم، قرار سليم من حكم اللقاء أن الكرة لم تلامس الدفاعات الأهلاوية وخرجت خارج أرضية الملعب من هادي الجريش. كرة أهلاوية، الجيلاني، برغث، عبد الله، الشراري، مازن، لفين يا عجلان؟ للجيلاني، يعطيها الفهد، أوه تمرير عبد العزيز، هدف رائع، هدف عبد العزيز الجعفري، 28 مقابل 22. كرة سريعة يجيبها هادي، تصدي أروع من عمرو عبد السلام المواليد في صفوف النادي الأهلي أو حامي مرمى الفريق الأهلاوي لكرة اليد. يتصدى الكرة هادي القريش الرائعة، والمتابعة الأروع من لاعبي فريق الأهلاوي. 28-22 في نصف الشوط الثاني، الدقيقة 16. كرة أهلاوية، عبد العزيز الجعفري، الفهد الشراري، للجيلاني، لمازن عجلان، ترجع للجيلاني مرة أخرى، تمريرات اللعب والسلسلة أهلاوية لخلخلة الدفاعات فريق نادي الصفا. دخول الجيلاني، مازن، محاولة فردية ولكن دفع من دفاع فريق الصفا، تحديدا اللاعب يوسف الطويل على اللاعب مازن الجيلاني، وخطأ أهلاوي. كرة ما زالت أهلاوية بعد خطأ على مدافعي فريق الصفا، ترجع كرة أهلاوية أيضا، مازن للجيلاني، مازن العجلان، لفين؟ للشراري، الشراري يجيبها، يعطيها مازن مرة أخرى، تمرير خاطئ من مازن العجلان خارج أرضية الملعب، كرة لمصلحة فريق الصفا. 28 مقابل 22، سراج يعطيها لاعب الخبرة الزاير في صفوف فريق الصفا، العجاج، عجاج للكاميروني، توجيهات مدرب الفريق الأهلاوي محمد علي، محمد علي جابر على اللاعب مهاب في صفوف الفريق الأهلاوي. عجاج، روميو، الزاير، مرة أخرى للزاير، محاولة تسديد، روميو، ترجع كرة لفريق الصفا، محاولة دخول فردية رائعة، هدف رائع من عجاج لمصلحة فريق الصفا، 23-28، فارق 4 أهداف. كرة أهلاوية، العجلان، للجيلاني، للشراري، تمريرات أهلاوية، عبد الإله، دخول، محاولة من فهد، ولكن إشارة الكعيبي أن هناك خطأ لمصلحة الفريق الأهلاوي. العجلان، مازن، للشراري، فهد، عبد الإله، مازن، محاولة من الجيلاني، ترجع لمازن، محاولة دخول عبد العزيز الجعفري، يعطيها مازن مرة أخرى، واللعب سلبي، تسديد، صد رائع من سراج آل إبراهيم، كرة الفريق الصفا، 23-28، كرة سريعة، الزاير، الزاير في محاولة فردية أو تمرير، تمرير للكاميروني روميو، ولكن مسك من سحاب اللاعب الأهلاوي، الدفاع للاعب روميو لاعب فريق الصفا. دخول عجاج للزاير، وقت مستقطع يطلب مدرب فريق الصفا عادل، الكابتن عادل الشرقاوي لمصلحة فريق الصفا لإعطاء التوجيهات وإكمال والملاحقة بالفريق الأهلاوي لإكمال ما تبقى من أو آخر 11 دقيقة متبقية من الشوط الثاني والمباراة.
هناك ذكرنا أعزائي المشاهدين أن هناك مباريات عدة تقام في اليوم، من أهمها مباراة مضر والوحدة التي ستحدد تقريبا تنهي شوط كبير في الدوري الممتاز لكرة اليد، وأيضا هذه المباراة بين فريق الأهلي والصفا، والمباراة الثالثة تجمع النور وهجر، ومباراة السلام والخليج والمحيط والروضة والزلفي والترجي. ست مباريات تقام في الجولة 19 من الدوري الممتاز لكرة اليد. نهاية الوقت المستقطع ودخول اللاعبين لأرضية الملعب لإكمال ما تبقى من الشوط الثاني، والمباراة عند الدقيقة 19. كرة الفريق الصفا، يوسف الطويل مع الكرة، يعطيها الآن حاتم المحترف في صفوف فريق الصفا. حاتم الحيدر، ترجع مرة أخرى العجاج. حاتم، عجاج، محاولة، تمرير رائع، الله عليك، الأجمل من الهدف التمريرة من الكابتن محمد الطويل للاعب حاتم حمودة، والتسديد، لاحظ التمريرة والتسديد من حاتم حمودة في محاولة من عمرو عبد السلام لتصدي لكرة حاتم، ولكن هدف رقم 24. حاتم خارجي، لا، ما زال الفارق 4 أهداف في الشوط الثاني. كرة أهلاوية عند مازن لمهاب، مازن للجعفري، مازن، مهاب، تسديد رائع من اللاعب مازن العجلان المال، لاعب الشاب في صفوف الفريق الهاوي، لاعب مميز الكابتن مازن. دخول زاير، تمرير ذكية، لكن ترجع كرة أهلاوية رائعة من عبد العزيز الجعفري، الله عليك يا عبد العزيز، أخذ الكرة بسرعة من أمام الدفاع، دفاع فريق الصفا، لاحظ أخذ الكرة سريعة من أمام الدفاعات، والهدف الرقم 30 24. إشارة من حكم اللقاء محمد الملائكة بخروج اللاعب عبد العزيز الجعفري. كابتن عبد العزيز غير راضي على قرار محمد الملائكة. أربعة وعشرين ثلاثين، فارق 6 أهداف، تقدم أهلاوي. عجاج مع الكرة لحيدر، يعطيها الفين حاتم، حيدر رائعة، جمل تكتيكية رائعة وتسديد أروع من عجاج، لكن تصدي عمرو عبد السلام للكرة الأخيرة كان أروع، لاحظ التمرير والتسديد من عجاج والتصدي من عمرو عبد السلام للكرة الأخيرة، منعت فريق الصفا فرصة الهدف رقم 25، ولكن الجمل التكتيكية الرائعة كانت من فريق الصفا من محمد الطويل والكابتن عجاج. تسديد أهلاوي الفهد الشراري، 31 24. كرة رائعة من حاتم، تصطدم الكرة بالدفاع وتدخل مرمى الفريق الأهلاوي، 31 مقابل 25، كرة أهلاوية. الفهد لمازن، دخول من مازن رائع، رائع اللاعب مازن العجلان، كرة تسديد رائع أيضا مقابل من اللاعب حاتم، لاحظ التسديد الرائعة بإعادة بطيئة أروع من مخرج اللقاء المالكي عبد الله. شكرا لجميع من ساهم في نقل هذا اللقاء الرائع
بين الفريق الأهلاوي وفريق نادي الصفا بعروس البحر الأحمر، تحديدا صالة وزارة الرياضة بمدينة جدة. مازن العجلان محاولة الدخول ومسك من الزائر، لكن تسديدة مازن العجلان اللاعب الشافي صفوف فريق الأهلاوي، والهدف رقم 33 مقابل 26. تمرير هادي، دخول، لكن خطأ لمصلحة فريق الصفا بإشارة محمد الملائكة. هادي القريش يعطيها حاتم، أوه تسديد رائع من حاتم تصطدم بعمره، متابعة يوسف الطويل ومتابعة، وهدف رقم 27 مقابل 33. لاحظ التسديدة اصطدمت بالعارضة ومتابعة رائعة من يوسف الطويل، والهدف الرقم 27 لفريق الصفا، 27-33. كرة أهلاوية، مازن لمهاب للجيلاني، أوه الجيلاني وأروع من سراج آل إبراهيم حارس فريق الصفا. ترجع كرة لفريق الصفا، حاتم لفين؟ يعطيها لحيدر، جميلة من يوسف الطويل، متابعة لكن مسك من الدفاعات الأهلاوية، تحديدا اللاعب عودة، رائعة من اللاعب لاعب فريق الصفا اللاعب الشاب. دخول رائع وهدف. إشارة وقرار حكم اللقاء محمد الملائكة وحسين الكعيبي أن هناك رمية 7 أمتار لمصلحة فريق نادي الصفا. نزول الحارس البديل للكابتن عمرو، نشوف تسديد الكابتن حاتم، يجيبها حاتم، تمويه أوه رائع، تمويه رائع من الكابتن حاتم، لاعب خبرة في صفوف فريق الصفا، والتسديد مباشرة في المرمى، 33 مقابل 28، ما زال الفارق 5 أهداف عند الدقيقة 24. مهاب رائع التمرير لعبد الله، لكن مسك منه يوسف الطويل. إشارة من الكعيبي لتجفيف أرضية الملعب وسلامة اللاعبين. لاحظ التمريرة والمسك من دفاع فريق الصفا، تحديدا الكابتن يوسف الطويل، وأمامه الكابتن حاتم حمودة. عبد الله برغث لمهاب، كرة أهلاوية، الجيلاني واللعب سلبي، سحاب لمهاب، محاولة دخول تمرير أوه رائع، لكن خطأ وإشارة وتبديل لمصلحة فريق الصفا. ترجع كرة سريعة رائع، كرة ذكية من اللاعب الشاب في صفوف فريق الصفا محمد الطويل، هز بها الكابتن عمرو، شوف الإعادة، شوف تمويه، وكرة ذكية من الكابتن الشاب محمد الطويل أمام الكابتن عمرو عبد السلام حارس مرمى الفريق الأهلاوي. الجيلاني محاولة الدخول، تسديد رائع، كرة سريعة لفريق الصفا، حاتم تمرير من الكابتن حاتم، حيدر ترجع لفين، تسديد وصد من عمرو عبد السلام. القريش يسدد أمام الكابتن عبد السلام وتصدي للهجمة الأخيرة، شوف القريش والتصدي من عمرو عبد السلام، ترجع كرة أهلاوية، مطالبة بتبديل الكرة أو إضافة الصمغة والغراء للكرة من لاعبي الفريق الأهلاوي.
مازن عجلان لمهاب للجيلاني لمهاب مازن يعطيها لمين؟ مازن محاولة دخول وخطأ على الدفاع فريق الصفا للاعب لمصر. هتشوف الدخول من اللاعب مازن والدوران، لكن إشارة حكم اللقاء أن هناك إعاقة من المحترف حاتم حمودة في صفوف فريق الصفا على اللاعب مازن عجلان. سلامات كابتن مازن. الواقع على أرضية الملعب. خروج الكابتن مازن عجلان. دخول الفهد الشراري بديل اللاعب مازن عجلان. وإكمال ما تبقى من نهاية الشوط الثاني عند الدقيقة 26، المتبقي 4 دقائق لنهاية المباراة والشوط الثاني. تمرير عبد الله لكن خطأ. بتفاحة. نزول الكابتن ياسين واللعب سلبي. يرفع يده الحكم محمد ملايكة وتكعيبي. لعب سلبي، محاولة دخول، تسديد خاطئ خارج أرضية الملعب. كرة الفريق الصفا الزاير. بتفاحة تمرير لكن الدفاع أمام اللاعب يوسف الطويل. ترجع كرة الفريق الصفا. حاتم للزاير، لحاتم مرة أخرى. حيدر الزاير، تمرير رائع من الزاير وأروع منه يوسف الطويل. لاحظ التمرير الأكثر من رائعة من اللاعب محمد الزاير، لاحظ التمرير الرائع من لاعب الخبرة محمد الزاير. أعطاها كابتن يوسف الطويل وسددها في المرمى هدف. 34 مقابل 30. مهاب الفهد الشراري. مهاب محاولة دخول وخطأ أهلاوي لمصلحة الكابتن مهاب. يوسف بتفاحة ترجع خاطئ إشارة. هناك دقيقتين على اللاعب محمد الطويل في صفوف فريق النادي الصفا وخروج دقيقتين. إشارة الكعيبي وخطأ لمصلحة الفريق الأهلاوي. عبد الله برغث. كرة أهلاوية، تمرير المهاب ترجع لبوتفاحة ياسين. الفهد تسديد الأشول في صفوف فريق النادي الأهلي. اللاعب الأيسر الكابتن فهد الشراري أيضا من اللاعبين المميزين في صفوف النادي الأهلي. رمية 7 أمتار يشير إليها محمد الملائكة. ياسين بوتفاحة أمام سراج آل إبراهيم، يجيبها ياسين أم لسراج. أوه تسديد سريع من اللاعب ياسين بتفاحة أمام سراج آل إبراهيم والهدف رقم 35. الزاير محمد لحاتم. حاتم محاولة الكرة من حيدر لكن دفع من مهاب على اللاعب حيدر الحسن. الزاير محاولة للعب فردية لكن خطأ لمصلحة فريق الصفا ورمية 7 أمتار لمصلحة فريق الصفا. خروج عمرو عبد السلام ودخول اللاعب البديل نواف دغير. نواف دحمان اللاعب الحارس البديل في صفوف فريق النادي الأهلي. يجيبها حاتم. تمويه رائع، تمويه رائع وصد أروع منه الكابتن نواف دحمان دغيم لكرة الكابتن حاتم حمودة.
لاعب فريق الصفا المحترف في صفوف فريق نادي الصفا. كرة أهلاوية، لاحظ التمويه والتسديد والصد الأكثر من رائع من نواف دحمان. كرة الفريق الصفا، حاتم يعطيها ليوسف الطويل، يوسف وتمرير ترجع للزاير، الزاير لحاتم، محاولة مسك من الدفاعات الأهلاوية على الكابتن حاتم، محاولة تسديد ترجع، تمويه من الزاير، تمرير رائع ليوسف، جمل تكتيكية رائعة بين الكابتن محمد الزاير ويوسف الطويل اللاعبين الخبرة في صفوف فريق الصفا. والهدف رقم 31، 35 31، فارق الأربع أهداف في آخر 15 ثانية متبقية من نهاية المباراة. بذلك نكون قد انتهينا من اللقاء الذي جمع فريق النادي الأهلي بنادي الصفا، ونبارك للفريق الأهلاوي الفوز بنتيجة 35 مقابل 31. وفي الختام أحب أن أشكر كل من ساهم في هذا النقل الرائع من مبدعين في قنوات السعودية الرياضية.